سيسيل، خلي حياتك احلى، ده الشعار اللي قام عليه او اللي قامت عليه حمله سكر مرش، واللي طول الوقت بتهتم انها تقدم الرعايه الصحيه لمرضى السكر. مزبوط. عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن الحمله. هو لما حد يسمع كلمه سكر مر يعني كلمتين ما لهمش علاقه ببعض، عكس بعض، لكن دي حقيقه بيمر بيها مريض السكر. احنا لو شفنا مريض سكر اول ما بيعرف ان هو عنده سكر بيبقى عنده تساؤلات كتيره قوي وعنده افكار مغلوطه زي ما انتوا بتقولوا عن مرض السكر، وتخوفات كتيره قوي بتمرر حياته، من هنا جت كلمه سكر مر. لكن احنا ما سبناهاش سكر مر كده، قلنا هنخلي حياتك احلى. يعني كل التخوفات بتاعتك دي، يعني زي ما انا هتحرم من الاكل، انا هعيش حياه حرمان، انا رجلي هتتقطع من السكر، انا هتشكشك على طول بالانسولين، انا هيجي لي فشل كلوي، كل الافكار دي بتبقى في دماغ مريض السكر. وممكن نحس ان بتظهر له اعراض نتيجه تخوف ما كانتش موجوده قبل كده. كده بالظبط كده. احنا قلنا سكر مر هنخلي حياتك احلى، يعني احنا معاك كمريض، هنسندك، هنكون معاك دايما، هنوعيك على كل حاجه، ازاي تعيش حياه طبيعيه او شبه طبيعيه من خلال البرنامج بتاعنا ده، وبالتالي هنحول حياتك لحياه احلى، تقدر تتعايش مع مرض السكر كمرض صديق. زي ما الدكتور قال، في ناس عايشه 30 و40 سنه حياه طبيعيه ما تقدرش تقول ان هي عندها سكر، من هنا جه الاسم ومن هنا جه الشعار بتاعها. عشان يكون في فعاليه اكتر للحمله يا دكتور، وعلشان تنتشر بشكل اكبر، مهم ان المؤسسه تكون مشتركه مع منظمه من المنظمات او جهه من الجهات اللي تقدر انها كمان بالاضافه لعمل المؤسسه تنشر الوعي بشكل كبير. هل تم التعاون ما بين مؤسسه مصر بلا مرض واي منظمه تانية في موضوع او في حمله سكر مر؟ ايوه مظبوط، احنا تعاوننا مع الجي اي زد اللي هي الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي. مع الوكاله الالمانيه دي بتمويل من المفوضيه الاوروبيه، دي كانت الهيئه اللي تعاونت معانا، اللي احنا قدمنا لها المشروع وهم وافقوا عليه، وبدانا ننفذ المشروع بالتعاون مع الجي اي زد. المنطقه الجغرافيه والتغطيه الجغرافيه مهمه لانتشار الحمله بشكل كبير، وكمان عشان تستهدفوا الناس بشكل صحيح وتوصل المعلومه زي ما انتم حابين بالظبط. ايه المناطق الجغرافيه اللي الحمله استهدفتها علشان توصلوا المعلومه وتوصلوا الرساله بشكل سليم؟ هو احنا استهدفنا منطقه شبرا الخيمه حقيقي، ومش شبرا الخيمه كلها، لان شبرا الخيمه فيها مناطق كتير، منطقه محدده اسمها ام بيومي. طب ليه يا دكتور؟ هو ده كانت الشروط بتاعه الجي اي زد، ان هم يكون في القاهره الكبرى منها محافظه القليوبيه. واحنا اخترنا شبرا الخيمه لان احنا لينا عياده في شبرا الخيمه اسمها عياده الينبوع، والبروجكت ده زي ما هحكي لك عليه محتاج ان هو محتاج عياده عشان نحول عليها مرضى السكر، وعشان استدامه المشروع. يعني احنا مرضى السكر زي ما هقول لك لازم، مش بعد ما نقول لهم ان انتوا عندكم سكر نسيبهم ونتعامل معاهم في فتره الحمله دي، نسيبهم ترجع تاني كل حاجه للاول واسوأ من الاول. فعشان نضمن الاستدامه بتاعتنا، فاحنا عشان نحولهم لعيادتنا وباستمرار يبقوا معانا مرضى دائمين في عيادتنا، عياده الينبوع في شبرا الخيمه. مده حمله سكر مر قد ايه؟ 10 شهور، بداناها من شهر واحد. يعني قدامنا شهر؟ قدامنا شهر، او ممكن نمدها شهر كمان، بس زي ما قلت لك مش ده نهايه تعاملنا مع المرضى دول. طب دي فرصه حلوه يا دكتور ان اسال حضرتك على اللي حصل خلال العشر شهور ايه؟ بالظبط، لان ده مهم قوي جدا. الحمله دي منقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه كنا لازم زي ما حددنا المنطقه نعمل اول حاجه دعايه كامله عن المشروع علشان الناس تعرف ان احنا هنشتغل في المشروع ده. دعايتنا بقى نزلنا بانرات وبروشورات، ورحنا الساحات، ورحنا الكنايس، ورحنا الجوامع، وعملنا دعايه كامله للمشروع. الخطوه الثانيه اللي بعد كده حمله توعيه كامله، عبارة عن 30 جلسة توعية تخص أو بنستهدف فيها 1000 شخص.